اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لازلنا في دروس من المقاومه اليمنيه لحروب الاشتباه، الحديث عن ثنائيه مهمه جدا وهي ثنائيه الجبايه والاحتجاج، وكيف كان النظام الاقتصادي الاستغلالي للائمه يوفر احد اسباب روح المقاومه التي اشتعلت وشكلت مفهوم الاحتجاج، وكيف ايضا كان نظام الجبايه على وجه التحديد احد عوامل الافقار بالنسبه لليمنيين الذين عانوا كثيرا من نظام الأئمة الذي كرس الفقر والتخلف في بلد كان في يوم ما أحد الأمم الحضارية الفعالة والفاعلة في العالم، ولا تزال البصمات الحضارية اليمنيين حاضرة حتى هذه اللحظة من مغرب الشمس إلى مشرقها. وكما جاء على لسان شاعر شعبي جميل قال: تحضرنا وعاد الفكر محدود، كتبنا بالحجر قبل القواميس. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن رسالة دكتورة مهمة تم إهداء نسخة منها حصريا لبرنامج اليمن أصل الحكاية، وهي للباحث فيصل الدودحي، باحث دكتوراه يمني في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي يدرس في المغرب. تضمنت العديد من الفصول، من بينها تلك التي تندرج ضمن سياق حركات الاحتجاج وبالذات المتعلقة بالجباية وآلية الإنتاج والمشروعية السياسية للدولة، ونقاط مهمة جدا من بينها اكتساب المشروعية السياسية، وبالذات حول نقاط من بينها النسب والمقاومة والجباية، المذهب والجند والجباية، أسباب تقويض المشروعية السياسية، الجباية غير الشرعية، وميلاد جديد، ميلاد نمط جديد من المشروعية، بالإضافة إلى المظالم والتعسفات الجبائية وبداية تآكل وانهيار المشروعية السياسية للدولة المتوكلية. من خلال التأمل التاريخي هنالك آثار سياسية للجباية مؤثرة بالانتفاضات الكثيرة، وتم اختصار مجمل من بين هذه الانتفاضات، وتضمنت الرسالة الكثير من الانتفاضات التي أغفلها الكثير من الكتاب والمدونين نتيجة طبيعة التدوين الرسمي، بالإضافة إلى الأثار الاجتماعية. حتى نهاية القرن العاشر كان الحاكم اليمني عالم بالفلك، لديه إلمام بالفلاحة ولديه كثير من المعارف، حتى جاءت هذه الإمامة الداعية والمتخلفة. تم استخدام الجباية كوسيلة قهر وإذلال، ومورست الكثير من التعسفات في تحصيل الجباية والعقوبات التي كانت تستخدم ضد المزارعين والمكلفين بدفع الجباية، وكانت هذه أبرز سمات النظام الإمامي الكهنوتي. رأى الباحث أنه يقسم آثار الجباية حسب أهميتها وآثارها على مختلف الشرائح الاجتماعية وعلى الدولة، وكذلك آثارها السياسي والاجتماعية. اليوم سنتطرق إلى بعض الآثار السياسي وهي كثيرة، ولكن سنتحدث عن البعض منها. يقول الباحث: بداية نود أن نؤكد أن قراءتنا للإشارة الصريحة والضمنية التي وردت في المصادر التاريخية عن الآثار السياسي للجباية هي من ناحية أثر الجباية في البناء السياسي والإداري للدولة، وتحديدا من زاوية أثر المظالم الجبائية في حدوث الانتفاضات والاحتجاجات ومحاولة الاستقلال عن السلطة المركزية، وهي قراءة مهمة جدا تستهدف الخط العام للدراسة للتدليل على أن العامل الاقتصادي عامة والسياسة المالية خاصة مثلة بالنظام الجبائي كانوا يؤثران بشكل مباشر في البناء السياسي والإداري للسلطة الحاكمة. لكننا أيضا في الوقت نفسه لا نستطيع أن ندعي وأن نؤكد أن الآثار السياسية وغيرها من الآثار كانت مرتبطة بسبب واحد هو النظام الجبائي على وجه التحديد أو العامل الاقتصادي بشكل عام، لأن ذلك أولا يخالف حقيقة تلك الأحداث والمواقف، وثانيا يعد اجتزاء للأحداث وانتفاء الأسباب حدوثها، ولأن الأحداث والمواقف تجاه السلطة الحاكمة سواء في حقبة الدراسة أو في غيرها من الدراسات هي بلا شك مرتبطة بمختلف الأسباب والعوامل السياسية، العوامل الاجتماعية، العوامل الاقتصادية. فموقف القبائل مثلا من السلطة الحاكمة هو في حقيقته جزء من النزاع على السلطة بشكل واضح. كانت ترغب دائما القبائل نتيجة نظام الجباية في الاستقلال بنفسها عن سلطة الدولة، ومع ذلك فقد أسهم ذلك في حدوث الصراع لمجمل كثير من العوامل وبالذات العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكن ما دام ان العامل الاقتصادي حاضر في ذلك النزاع وهو موضوعنا توصله بالجانب الاقتصادي، فلا مانع ان نتناول الانتفاضات والاحتجاجات القبليه والجهويه ضد السلطه الحاكمه من هذا الزاويه، مع الايمان ان العامل الاقتصادي وبالاخص نظام الجبايه قد اسهم في اندلاع تلك الانتفاضات جنبا الى جنب مع بقيه العوامل الاخرى. استخدمت الدولة المتوكلية طرقا مختلفة في تحصيل المستحقات الجبائية، تراوحت تلك الأسباب بين المرونة، السلم، التهديد، الوعيد، ثم في الغالب الشدة والقسوة
على الرغم من ذلك فإن التعسفات مورست في عملية الجباية وكان لها انعكاسات مختلفة على كافة الصعد لا سيما على الصعيد السياسي، فقد كانت القبائل كلما شعرت في نفسها قوة نتيجة ضعف الدولة ووهنها أعلنت رفضها دفع تلك المطالب الجبائية التعسفية. ومن المعلوم أيضا أن زيادة المطالب الجبائية وثقلها وتنوع إضافتها من جهة والشدة واستخلاصها من تلك الجبايات بالإضافة إلى قسوة نظام الرهائن وأعمال السخرة الأخرى كان يؤجج بين القبائل نار الأحقاد والكراهية تجاه الدولة المتوكلية ويدفع القبائل لتتحالف ضدها وتتمرد على سلطتها برفض دفع ما يقرر عليها من جبايات تعسفية. ومهما تعددت أسباب الانتفاضات والمقاومة فإن الجباية بما إنها فعل سياسي ورسمي تمارسه الدولة فقد شكلت العامل الأبرز في اندلاع تلك الانتفاضات. مع ذلك انتفاض القبائل والمناطق المختلفة كان يحدث عادة في الغالب ردة فعل استنزاف الدولة لممتلكات الأهالي ونهب مدخراتهم واستمرارها في مطالبهم بالمزيد من الجبايات والكلف. وتأسيسا على ما سبق يمكن أن نتتبع بشكل ذكي جدا الآثار السياسي للنظام الجبائي الذي اعتمد الأئمة المتوكلون وبالذات في الفترة المهمة جدا هي فترة 1918 إلى 1962 انطلاق الثورة الجمهورية. وسنركز على الكثير من النقاط أبرزها أن تلك الانتفاضات عادة كان يكون سبب حدوثها المباشر هو إقدام الدولة على فرض جباية جديدة أو عندما تزداد تعسفات الجباة وإرهاقهم للأهالي بمطالب جبائية غير مقررة قانونا، لا سيما إذا صادف ذلك حدوث نقص في الثمرات والزروع بسبب قلة الأمطار أو تعرض المحاصيل لمواجهة الصقيع أو غزو أسراب الجراد. فتقول المرويات التاريخية أنه في أواخر العام 1919 أرسل عامل الإمام لبلاد العدين مجموعة من الجند لاستلام الجبايات المقررة على أهلها، فتعسفوا الأهالي وزاد الجباه في المطالب، فامتنع الأهالي عن الأداء وانتفضوا في وجه الجند وقاومهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهة بين الطرفين أفضت إلى قتلى وجرحى كما سيتم الإشارة إليها في العديد من الحلقات. النقطة الثانية أن الكثير من المظالم الجبائية كانت ناتجة عن التقدير وفقا لسجلات ودفاتر سابقة دون النظر في حقيقة المحاصيل المقدرة وما تتعرض لها من آفات زراعية وطبيعية وما أيضا تتعرض لها من تلف، منها إذا كانت أشجار مثمرة وهل لا تزال الأرض ملكية لأصحابها أم انطلقت ملكيتها إلى غيرهم، كما أن التقدير كان يتم من قبل نضج الثمرة وقبل تقديرها ويتم مطالبة دفع الزكاة سلفا قبل وقت طويل من الحصاد، هذا كان يخلق قبن لدى المزارعين. كذلك اشتمل نظام الجباية على مظالم وإجراءات وأيضا تعسفات كثيرة ومنح دون مراقبة من قبل الذي كانوا يحصلوا هذه الجبايات، وأحيانا كان يتم بالتواطؤ مع الولاة والأمراء بطبيعة الحال، فقد واجه الرعاية تلك المظالم بردود فعل مختلفة من بينها الرفض والمواجهة، تصل بعض ردود الفعل إلى حدوث انتفاضة عامة وبالذات ما حدث في انتفاضة 1921 عندما انتفض أهالي منطقة الجباح في العدين رافضين تسليم الجبايات التي قررت عليهم، ودارت معارك بينهم وبين الجيش الإمامي، معارك ضارية أظهروا من خلالها صبر ومقاومة قل نظيرها. النقطة الثالثة أن الكثير من الانتفاضات ومحاولات التململ من سلطة السلطة المركزية ارتبطت بالنظام الجبائي، وكانت السياسة المالية ومجمل العامل الاقتصادي والأرض وعائدتها هي محور ذلك العامل في اليمن، وبالذات أن اليمن ذو طبيعة زراعية وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتلك الانتفاضات والاحتجاجات، حيث امتلأت بعض المناطق بالموظفين الذين يحصلوا الجبايات والذي أيضا سيطروا على الأراضي وكانوا يتولون إدارتها، سواء حصلوا عليها باستقلالهم لنفوذهم كموظفين مع الأئمة أم كانوا يحصلون عليها من هبات وقطاعات واسعة من الأراضي من قبل الأئمة أنفسهم لأي سبب من الأسباب. وقد خلق لديهم أيضا هم أنفسهم الرغبة والطموح في التمرد ومحاولة الاستقلال عن السلطة المركزية، ما كان يدفع السلطة المتوكلية إلى توجيه جهودها في القضاء على تلك الاحتجاجات، وإذا ما منحت بعض موظفيها من الأراضي فإنها كانت تمنحهم إياها في مناطق متباعدة عن بعضها البعض وليس في المناطق التي كانوا يديرونها لكي لا يقوموا بعمليات احتجاجية طمعا في الأموال التي كانت تؤخذ منهم عنوة للاحتجاج. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عن الجباية والاحتجاج.
هي ايضا مصادرها اطروحه الدكتوره للدكتور فيصل الدودحي وهو باحث دكتوراه في المغرب يمني، تطرق فيها الى الجبايه والاحتجاج في عهد الدوله المتوكليه. نذهب واياكم لمشاهده مناظر من الارض اليمنيه مصحوبه بالاغنيه الزراعيه الشهيره يا وارد الماء. اودعكم على طريقه التحيه في الحضاره اليمنيه القديمه. بسم الرحمن بدانا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضاره حمير وسبأ.